آخر هام ونقرأ: نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم الإبلاغ عنه من إحدى شركات المقاولات والإنشاءات بسرقة 11 صندوق إشارات تراكات غير مفعلة وغير متصلة بالسيمافورات، ولم يتم تسليمها للجهات المختصة ويتم تأمينها بمعرفة الشركة لحين تسليمها، وذلك ما بين منطقة الشبانات وقرية صفط بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية. وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع هذه السرقات. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم والأداة المستخدمة في الواقعة المشار إليها، وبالمواجهة اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقيامهم ببيع المسروقات لمالك شونة خردة وتاجري خردة سيئي النية هنية. جميعهم مقيمون بدائرة المركز وأمكن ضبطهم، وبالمواجهة أقروا بصحة أقوال المتهمين. وأضاف أحدهم بإلقائه مجموعة من هذه الصناديق بإحدى الترع بدائرة المركز عقب علمه بضبط المتهمين، وتم انتشالها كما تم ضبط كافة الصناديق المفككة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإحالة للنيابة العسكرية. الإحالة للنيابة العسكرية هل تكفي على هذا الجرم في حق الوطن أستاذ علي؟ لأنه خبر مؤسف جدا، يعني عصابة ما سابتش، يعني ده ملك عام، ده مال عام، وصناديق الإشارات والسيمافورات. خلينا الأول نوضح للسادة المشاهدين أهمية هذه الصناديق في الحركة، يعني حركة السكك الحديدية. أولا لو حد سرق مواطن، أنا بزعل قوي لو حد سرقني وحضرتك، صح مظبوط، لكن ده سرق 105 مليون مصري. ده أبلغ تعبير الحقيقة أستاذ علي. أنت سرقت 105 مليون مصري، أنت ألحقت أضرار بالغة بمصر، كل مصر. مصر اللي أنت عايش في خيرها وعلى أراضيها وترابها وبتنعم بالحياة فيها. طبعا الإحالة للنيابة العسكرية هي جهة اختصاص في مثل هذه الوقائع، الاختصاص الطبيعي ليها، وهي جهة قضائية محترمة، وحتتخذ الإجراء القانوني الرادع وفق ما رسمه وحدده القانون في مواجهة مثل هذه الجرائم، حتى يتم تحقيق ردع عام وردع خاص لهؤلاء حتى لا يعودوا لمثل هذه الجريمة مرة أخرى. النشر شيء بالغ، والحكم أيضا هيبقى شيء مهم إن الناس تكون على علم به حتى لا تتكرر مثل هذه الجريمة النقراء في حق المجتمع. دي معدات وأجهزة هتساعدنا لما تتركب في السكة الحديد للحيلولة دون وجوع، دون وقوع الحوادث اللي ممكن يكون ابنه فيها أو هو فيها أو أنا فيها أو أي حد لا قدر الله ممكن تودي بحياته. فالمال العام كلنا نحافظ عليه، وكلنا حراس ليه، وكلنا جنود ليه. أكيد وإحنا مغمضين في مواطنين شرفاء أبلغوا عن هذه العناصر الإجرامية إسرائيل مهم بها، وبالتالي إحنا من هنا من قناتنا التي تشاهد مشاهدة عالية وبرنامج حضرتك المحترم، مشكرة. إحنا بنحيي أجهزة الشرطة المصرية على ما يبذلونه من جهد في الكشف عن هذه الجرائم والحفاظ على الممتلكات العامة للدولة، وأيضا الحفاظ على الممتلكات الخاصة. المجرم بيبقى عارف إن في أمن قوي وأجهزة أمنية قوية ستلاحقه، ده في حد ذاته قوة أجهزة الأمن بتقف حائلا للحد من الجريمة. فأجهزة الأمن المصرية ورجال الشرطة من أول وزير الداخلية لغاية أحدث جندي في الشرطة لهم منا جميعا كل الاحترام والتقدير، وإحنا مدانين لهم بالفضل دوما. أكيد أستاذ علي، كل التحية والتقدير لرجال وزارة الداخلية على اليقظة وسرعة الاستجابة والحفاظ على أموال الوطن. مشكورك.